قد يغدي توالي انت قد يغدي توالي نعاودني. السلام عليكم، مرحبا سي سون سي غيمي قلنا تدي انت الزول في الاول. ازرفان بومذان دي ثمورت الجزائر، ام كي تزرى ما يسمى يسمى ثن ثمورت الجزائر دي جونفي 2014 ثوغال ذا سملاد مومبر بوسقامو اين يعنان ازرفان بومذان دي لوني، ولكن ثرفع ثاقي لن تراجعون يعني أنا نزل فان بومذان هاكي تراجعون باللي الجزائر اتتلي جون يجي هذاك من ارت مورت باش تخدم اللون كانت نسن نغا تج ام دبرن نغا ام سناون مقارنة نغا لي زيكسبير ازر فان بومذان ذي لون هذاك من ارت مورت خاصة اين يعني أنا اقرم المفقودين اقرم وكي تخطفن ام كي تزرم ضاغ الناصرة تدور تخدم التمليل الصحافة يظلي تناد باللي الحكومة الجزائر تركض افو في الارتيكل وي السبعة الارتيكل وي الثمانية الارتيكل وي السبعة يدي قارن خاطي لا تورتور خاطي التعذيب ديت مورث الارتيكل وي الثمانية يدي قارن خاطي يوغال اللمن باش ازد من سيخة من مدن اذر في ذن مدن كي كان ذوقي كدران دي 10 سنوات تاكيتي فركانيني قاعدين ديت مورث نبودي كدنا قمتنا ناصر ديال الاستديو وكيني على سلام عليك. السلام عليكم، السلام عليكم مكمل زول فلاك وكان يعني اني زرفان بوندان دي تمور تم كيد لنا ثورة باللي لالجيري تكشم ذي قسقامو زرفان بومذان دي لونو، ولكن هناك إيريك جولدشتاين وقد ذمن هالو ديركتور هيومن رايتس ووتش هناك نروح على المروك نروح على تونيزي نروح على ليبي، ولكن جميل الجزائر تفتحنا في بورينس. يعطيك الصحة محمد ثم زوالو تسلم في الله. السلام عليكم مازول في الله يعطي توالين. إلا قد نيني بلي يعني ثم سلثاقين زفان بمذانا دي ثمور ثنا نزرى بلي ثتور كض يعني وصف كينارا أزال وصف كينارا القيمة أزاف وكل ما أديني بلي أثنا نخدم أفريد باش نروح أرزداث نخدم نفتح أين يعني نزل فان بمذانن نا في اللي نفاق ذو تلا ديمقراسي لا ليبرتي ما نتولي بلي ذا الهضرة كان ولاش شو أي ضرون قنير سلو تيرا أنت ولي بلي ويقاذي قد شن ليز أسوسياسيون ليز أو إن جي ليز أورغانيزاسيون نو غوفيرمونتال خدمن تقارير نسن ويفقد يون تقارير يظلي أساكي غادنيني ذي الجمعة سوفغي فيد سوفغن تيد ويقاذي كين يدنا ليز أو إن جي النند بلي أون ديبي ذا شو دنان ذي تقارير نسن دو نومبروز بروميس دو ريفورم دوبي 2011 لو بيلون ماتيار دي دروا humain en Algérie reste négatif. وكاين يعني ولا يعني نزرفان بوذن ثقور ونهني تقارن دو نومبروز بروميس دو ريفورم نزرب اللي نزاف وتمورثنا ويقذ يقلنا فقراء تمورثنا هضرن قارن دثن نسوفغ القوانين نسرح اين يعني في اللي لا ليبرتي لي ثمورث باش هضرنا الغاشي ليبرتي ديكسبريسيون نغين يعني نزرفان بومذان لي دروا د لوم مي نتولي بلي ذا شي ضرون سو لو تيران كونير ويقذ كي لي سبيسياليست ماشي ديال ذاك دوث سي لي سبيسياليست يقدشن ذي الحوايج كي الناند باللي لو بيلون كي ذي الجزائر ريست تري نيجاتيف الناند باللي اون ديبي دو اسميس لي ليبرتي داسوسياسيون دو ريونيون اي دو مانيفيستاسيون اون تيتي دراستيكمون ريستورانت اي لي ميليتون اسوسياتيف كوم سانديكو فون لوبجيكتيف دو بورسويت جوديسيير اربيتراير ايون بور بوت دو ليميتي اي دو سانكسيوني لور اكتيفيتي دو ديفونس دي دروا هومان وقيد التقرير يدي فغ أرغورسن ذا ساقين إيد هضرن في اللاس أنت ولي باللي ثمور ثنان إلاق مازال الطاس يعني للخدمة باش أفري ذا قين يعني أتي لي أذي اللي ندقس يعني فتحن شغالة ذيس أتي لي أذي اللي نزل فان بمذان أذو غالا أو القدوذ تمور ثنان وإلا قد نيني باللي ونزميرا نخدم الدولة القانون الدولة يتقدر أقدو ذي الناس ما ونفكارا إزرفان يوم ذان الإنسان ما نفتحارا في اللي لا ليبرتي ديكسبريسيون مو ونخدم راه ثقدو لا ديموكراسي باش نخدم الدوله يعني اكس عن الساس نصح باش نجي يعني سيرتو الجيل قد يتسن هذا فن باللي ثمور ثنا تبدل الحاجه غير لهنا
خطر التصدي لنا باللي ثمرت الجزائر لو كانوا تفر الحل يتمثل تاقيق ويقيق روحن مازال ظان مدنا التصدي الحباس لو كان وستيليرا تيذت ويقيق روحن وكلي أدي الذقن نساني روحن ويقي مموثن مفرنتن إلاق العائلة ثي وشو لنا قيري تزالنا ريت فغنا الفار ريت سوغونا فرونسن إلا قاسن دفين الحق مولاش أدقرو الشامة تفركت قمزرو بولي ذا قيت تمورث يعني على نزار فان تمور تبو مذانا يعني أنا لأن لي كوميسيون دي تزال انتورا مكيك ديني غا نصيرا دوتور ميت خدم ميض اللي ثمني اللي ثن الصحافة ناس بلي تمورث الجزائر تركض أفلارتيكل سبعة الارتيكل ثمانية سبعة دي قارن ولا قارة تعذيب و ثمانية دي قانون ولا قارة تروح ذاك كي درس فض سيخة من مدنة تسوي ضرر ونسن بلا القانون وكذا هذا الصح الى قدر اني نظن الحاجه اني نظن محب لي لي كوميسيون يا كي لونيون اذا هضرت في اللسن وسعنا للحق ثورة باش ادى سن الجزائر اخذ من لونكيت 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 نسن يعني باش اخذ من هذو اللي نروح نسقني رونير سولو تيرا اذا هضرنا وكذا سورتو لي بارون المفقودين وكذا يروحون يبوين الدولة خاصة ديال اسميس ديال لي زاني 90 ديسان دا مكيد النظام العشرية السوداء إلى قد نيني بلي سي تان نومبر تاسي دينان يزمر هذه وضع 20000 فاميل العباد يبوين المفقودين دونك واكين ديال الحاجة إلى قد نهضر في اللاس إلى قد لي في ذات إلى قد لي صفا إلى قد لي لي زونكيت باش هاد والين وكان يخدم من شغل لاكين وقد يخدم من شيا كين تحاسبن تحاسبن في اللاس ونزميرا راه يعني ام كي سي اس ان يلفو يلفو توني لا باج لان العيفه توني لا باج وقد يعني انا راه الامر داكور وقد يبوين ميثن ميثن سن وقد يبوين فافاس وقد يبوين يعني غماس كومو يلفا توني لا باج دونك تنقص تبركات في قمزرو يتمورثنا الى قضي للحل الحل يصفن خاصه الحل يرضون وكذا كي الاولياء المفقودين هاكي بيان سور سورك مثلا نصر هذا راح حد نولي يمثلنا ام حسين تاكي يوثي من بوين ميس يمثلنا ام حسين السلام عليكم زلف اللام ايما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدو سلام نتاروام أكون نحب ربي أكون يجرب إن شاء الله يستغذي لعمر تاروام أدو يحب ربي في اللو أمين صحي تاي ما نكون أسا نكون أسا قيغي منا دايما يعني أنا إزر فان بوندان ديت مورث ويجي قروح ودفانا رثيثة تفلاسن يرنيض اللي ثمتو تاقيق سوال نسيسم لا كوميسيون العائلات المفقودين تواشوليني مومي روح الراشن سن يروح بابا سن يما سن ثناد باللي نكون ذي الجزائر نسعيون المادة يعني عن القانون يدي قارن خاطي التعذيب نا المادة تسعادة ندي قارن خاطي باش تزدمض سيخة من المدن أتسوض إمذان ننسن نا الداريان سن خدمة الصحافة ويرنا نكون نزرب اللي ثمورث الجزائر ذي جونفيا 2014 تخشم قسقامو ذي لونين يعني اني زرفان بومذان ولكن جامي تجالي كوميسيون نا لي زورغانيزاسيون اكي نون غوفيرنمونتال باش هادك شمن رث مور تخدم اللون كتنسن خاطر مازال مدنا كيثني على الامر تصفغنا رفرا السوالن باش هاد والين ثيذيت افرا ونسن ثورا مدنيني عسلامة ينم مرحبا سيسم شحال السنوات ثورا اتقلي فضك مين فتي ذات ورا عادي دفان مرحبا سي سمو يماثنا ام حسين نعم اني نسن الكتروا غادي نفرح به من الخير بلا الربح ان شاء الله ان شاء الله نتمنى للناس حبين يروح نور ديبان ماشي غير واحد يروح نبني في الدمل تاتي 20 سنه و 25 انت تريد تدوب 21 سنه 21 سنه نعم 21 زاد 3 ديسمبر 93 à toujours, mais qui nous fait rare. Alors, donc, l'association hier est très bien la fière du tour, mais qui nous fait rare à l'ex, mais qui a dénoué beaucoup de farahan avec ce là. Voilà, des fois, a dénoué beaucoup de farahan à tenir à ce lieu, très bien le choix,
Là, maintenant, la ministre, elle est toute l'ensemble de l'association, toute l'ensemble des familles disparues. Il y a quelques familles, d'autres familles, alors, nous connaissons, c'est nous qui avons commencé, nous connaissons, c'est là où on a commencé notre départ. Notre départ, c'est de rechercher. De faire la recherche pour les enfants. L'être libre, c'est là où on a. Mais nous, les gouvernements, pour nous dire, le cimetière, par exemple, c'est un dans des prisons, on a fait le bourreau, on a fait le On a cherché partout jusqu'à maintenant, avant que l'association ait l'idée. Alors, le plus dans l'association, il y a dit, مثلا محسن معنا تصدي النان لو كانوا تبان راتي ذي تاكي
ودي تفانا راه الحق اد سفين نندث ويجي بويننا ويجي المفقودين انك تقيم تاسات سفر كات يعني انا مزرونا تاريخ تمورت صدقتي نورمال ادقم ادقم الناس خصيت نفس يقن بيا الرجل حسب بيدنا خاص تخصيت نفس ولكن الرجل يغد لي مازال يتدبر كان نكون مسعيرين نشقد ومسعيرين يعني انا قد واقي دا نوتر كير لكن يا بي الناس البوليسيا الناس الجبارميه الناس العسكريه كثير من يدس تروح تروح يدس تروح يدس نجيب نفس في دماغي توس فرفات نعم الى الزيبا جيسكا ماتنا Eh bien, c'est un agent, de, c'est un militaire. Alors, il y a un scénario. Il y a un métier de Gazaïri. Il y a un métier de Muslim. Mais il n'est pas venu d'une autre planète. Il y a un métier de Gazaïri. Il y a un métier de Muslim. Un policier. Il y a un métier de Gazaïri. Il y a un métier de Chabir. Il y a un métier de... Et n'importe qui. Et il y a un métier de Muslim. Il y a un métier de Muslim. Il y a bien à cacher, ce n'est pas la tête. Tu aurais de chez vous être demain. Le choc de Bolgerena a tenu le Wilhelm de Mitte Irhadi, Wilhelm de Mitte Politi, Wilhelm de Mitte Lettre. C'est pas la peine, il connaît un arabe que des lettres. Elle me met à la mise à ce qu'elle me met au Jabarni, elle me met au Bouillard, elle me met à la mise à l'arabe que des lettres. أنا أنا أسأل واجد. في البلاطين كيشخص من جد بغت بشر أرفاقا الأرفين أدخل من أشعة الدم سجارة لهم كلين توحد والله أني عزيز تروى ويجب ويجب نكلم أكد ويجب نكلم الأسوسياسيون دي فامي دي ديستاري الأسوسياسيون دي فامي أنتي ديغوريك ويجبني بحيا الإرهاب والله أني عزيز دي صح شو هذا نوت نسيا نكون نسيا قول النور قول الوجه الدوايا نوت نهدرنا في الحق نسد نكون نهدرنا في الحق النور ما كان حتى حاجة بالدولة اللي كاتل وسن في النوت نغو وسن نغو نسنا نمشي وبيجر نغو يسوا نوت نتشوسنا في الحق نسد ونكون نتشوسنا في الحق النور مين يغي وسن يغل يغي وسن يغي وسن يغي أرى نسيو ظل الحالة يغي وعلاش أي غير قلنا الحقيقة دانت لوبسيرفاسيون دي دوا دو لوم l'observation des droits de l'homme, on le dit tous, moi, on ne peut pas arriver à la vérité. On ne peut pas arriver à la vérité. Parce qu'il est plein d'un endroit de chapitre. Alors, donc, pour eux, nous, on dit que c'est une petite abricaine, c'est une mousse. Voilà. C'est une mousse, c'est une petite abricaine, c'est une petite abricaine, c'est une petite abricaine, c'est une petite abricaine, c'est une petite abricaine. Alors, tous les maritimes, nous, de tout, de quoi, c'est l'aise. أدي يجب في الحق أدي يهضر في الحق أدي يطبق الحق أدي يطبق القانون تروى الدير ضاع تروى المظلم الدير ضاع الشريك بنغدي بدي الدير الشريك بنغ ولاش الحقيقة عند نروح عند دير نستطب أي مكان عند نستطب في براغ القلب أو تقليد مكية أي مثلا حسين وقي أسقسين قالوا مولا شوغي ليف تورك ميني قرج أنك قاعد دن 20 سنة قريب 21 سنة ماشي داس قوس نايون 20 سنة سما ذا المدة كظولن ذا شو تصفرات ذا شو الطفرات راس الحق ذي وزافويا كي بالك تستحينا في 20 سنه كي قعدان في كاس انطفرات في تلفزيون كي شي قعاس انطفرات ثورة كي في 20 سنه كي ترجيط. انا ما عزيز اشي هي شعر كل جورنو انا غوري كل جورنو سلسلة شجعات انطفرات نغاس نبجر أقل سيخ ما تبغانا نتيد شجاع أو نتيد شجاع نغاس نريد القدر فقط أشوك ما نغ نغوش نغاس نتيد أو أمو الشرطي غامو الضرطي أكد يتمثلي وكد الراوي ورسا حتى بنحق دار غرسن إيش أرس نرنو ما سوي لي الدين الملع أخاني يغد الشمط ما زالت دي ناقطي تينا غد جرحا كسدست الساس كسدست وليست بيت بس تستخدمي ما زال تقوم كان النية أروح غلب تسمح من كده كسامحة شرر نقص اللي ونشتا شرر نقص اللي ونشتا أي مثلا أو تبتني الطبرات
مثلا ام حسين امدنيني ان شاء الله ربي يمدي فيك الصفاره مقران ذي القوه ان شاء الله ادعو ربي سبحانه وتعالى انت ردي سفين الحق ان شاء الله امدنيني صحيت ميض في كيض ثم ولاقي نم الرايقي نم ان شاء الله همد نسوي الارزدات ان شاء الله ارتوفات او تما مثلا ناصر ثقي مثلا ام حسين يم مبين اميس سقر بيس 17 سنه ديال عمريس قريب 21 سنه سبحان الله تقليبها في زيت وثنيك حوايج غير يديري منه حوايج غير حوايج غيديني ممي اندي قال لي موثنا يدر سي الحقيش باش تزر بصح هذا الحقيس ولا قادني ني باللي وكذا دي قارن الفو تورني تورني لا باج اثن يعني نسلا ياس يمثنا ام حسين ام كذا ادها الدار باللي ثاقي تساينس وكي ذميس وزميرة راه تورني لا باج ما انا با دا ريبونس مسفكين راه الجواب ذا شو قدران عند ثميس ما يمث ما يموث راه ما مازال يدار دونك انت ولي باللي ثمسل تعقد ماشي الحاجة سهلا اون بو با تورني لا باج كي كان الى قضي لي الصواب الى قتي لي يعني هذه لين دي زونكيت اذ ولين وكا يقلان ذا المسؤول نغ يقف كان لي زوردر باش هذا وين العيب هذا كيس وخامن سن بلا سبه الى القانون الارتيكل 9 فوق تسمي حاري الحوايج كيدي تمورتنا ذا الصح الى القانون هذه تطبق في العيب هذا كي يلاق باش ومن بعد كل يوم ماذي وي الحقيس كل يوم ماذي زار عند ثلاثي ذات ذينا يلفو تورني لاباج بيان سور الى قاتي لي سي اون لوسون ذين قمزرو يتمورثنا تاريخ تمورثنا pour les générations à venir باش تزرن ذا شو قدر ذي الوقت ني اون بو با تورني لا باج اثن نسلا اي مثلا ام حسين ام كي دهضر ام كي يتعبر في نفس ينس ام كي دنا باللي ميساكين تساينس دونك نكوني اون زميره لا نهضر ماشي الحاجه كي نوزا توشي مي العباد كي اون ايتي توشي سل مفقود ينقي ومي بوي ميسن سن فيفا سن سن مثلا سن الا قادنيني باللي ماشي الحاجه يسهلين باش هذه تو ما يحسب الجمرة اللي كواتو يعطيك الصحة إلا قد نلاقي محمد باللي إلا قتي لي ثيدي في الشغل في شو قدران ديال الوقت ثاني إلا قد لين دي زونكيت انديبوندونت دي زونكيت أتسبين إن الحق باش إن شاء الله يعني أتقبلن ويكذا كي أم حسين أتقبلن أتورني لاباج إن شاء الله هكذا نيثان ميرثا نصر يعطيك الصحة محمد صحيت في غيمية قني خطر ثورة دي روحنا صراغ ديج ودنينا اسمى اسمى ثن نروح رفاص القصير ثم دنوغا الغرون
19 يونيو 1965 قوسني إلا انقلب في الشريان أحمد بن بلا إقتوى فرنندي 1962 إلا ذفير انقلب أجي انغلب إحنا من المسيح إحنا من الحق إحنا من الرئيس يعيطنا الندابات ودنا أولادنا والله العظيم غير قضية المخطوفين في الجزائر سي لاطاش الواردة ديال الشوارع هذا النقطة السوداء في تاريخ الجزائر تحبوا ولا تكرهوا مني قسمتيني قدوني بوزو اسم ثينا وندي السلام عليكم الزول في الله والنغال سيغي من نغ اين يعني النزر فان بندان المفقودين ويقيق راح ديت مورتو دفانا لثي ديت في اللسن او ندني نوالي تكيدنا الفيتياقي ثم بعد نغال رون احنا من المسيح احنا من الحق احنا من الرئيس يعيطنا الندابات ودنا اولادنا والله العظيم غير قضية المخطوفين في الجزائر سي لاطاش الواردة ديال الشوارع هذا النقطة السوداء في تاريخ الجزائر تحبوا ولا تكرهوا مني قسمتيني قدوني بوزوالي تجي من حيها عم بالكم حنا نتباعوا حنا ما نشراوش حنا موالينا كافحوا على هذه البلاد هذه ناضلوا على هذه البلاد هذه وهذا هو الجزاء تاعنا حنا هذا هو الجزاء كاين ملفات مديناهم اللجنة الاستشارية تاع قسم حيني مدينا له 29 ملف في 2004 وين مدوا الاسماوات كلش بالبوت تاع شكون اللي داو وليدهم وراهم 29 ملفات يا قسم حيني راك تقول انت يا اللجنة الاستشارية وراك تقول بلي حقوق الانسان في الجزائر في تحسن اي تحسن تتكلم انت ما عندنا حق نهضروا ما عندنا حق نتكلموا ما عندنا حق ما عندنا حتى حق في هذه البلاد هذه عندنا حق غير في الفوت هذاك واجب وطني يا اخي رئيس الجمهوريه راه يقول باللي ستابي دو فير نا ريانا كاشي اللي سي لو جروب دو طرافا دي ناسيون جوني كونتر لا ديسباريسيون فورس يدخل الجزائر علاش راكم خايفين؟ ما مش حابين يدخل الجزائر ما حبوش مش يدخل الجزائر دوكا ما عندكمش واش تخبوا علاش ما كنتوش حابين يدخلوا الجزائر خليتو كاع الناس دخلت غير هذا الجروب هذا ما خليتوش يدخل سي فونا في ريانا كاش ويون دوموند اون كوميسيون دوكات انديبوندون ماشي كوميسيون كما تقسم بيني يهضر غير في القضايا اللي يعجبهم والقضايا اللي ما يعجبهمش اول يوم في رمضان في 2010 امهات تكركر في الارض وكفريات بربي وكفريات ما خلاوناش واليوم يقول لك يا ودي عفا الله ما سلف عفا الله ما سلف كل ولادكم اللي راهم معنا تقبلوها اليوم هذه كل ولادكم وكل ولادكم اماتكم باباتكم خاوتكم اللي راهم معنا تقبلوها وما نكروش باللي كاين شرطه كي نديروا الاعتصامات والله كاين اللي تبكي
غير تبكي 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 على بالو بلي رانا على لاحق راناش على طول ونطلبوا الحقيقه وتحيه الجزائر. نحن من حقنا حنا من كلش الرئيس يعيط لنا الندابات ودنا ولادنا اسم اسم ثنا ثولا من الفيتياكي ويقد يفغن فرا فغن ذوالين تيزيد فرا ونسون فغن ذوالين الحق ولكن تواجر حنا التصم كي ثولم نروح سنفقنا حسن فرحاتي. حسن فرحاتي السلام عليكم زول في لك كما زول مرة في الأول من الخيط الأول المغربي يا ربي سألنا أولا جيناتي نعطى في القضية يمكن مخصوصين نعطيكم الصحة عمي كنوال ورد زيان أقمثنا حسن ثورة تص العوامي قاعد دانين يعني نثيث ذيت ذويقي إقرو حنا قيت وقت فن بونتن سقخام يرنا القانون أين يعني المادة الساتي دي قارن خاطي لا تورتورنا المادة تسعيق قارن خاطي باش تروح سخم بمذان أتوذ كانك قيب للقانون نفا كان مولا شغيليف أغد فكض أشوني ضران يكون وقمتنا حسن فرحاتي شحال سنوات أرات صراجون باش تزرمتي ذيت أشوك ضران أين يعني القصة مولا شغيليف يضحكو ضقمتنا حسن كليني مرحبا سيسك الله يسلمك كاينين شي ميليتون لي دروا دوم باسمي يبوني هما مصطفى أولي دنياوي ضحكوا على صوارينو باسكو باسمي يبوني مصطفى كاين زيك والله ما حتى غاشو 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 بغا ديني لي دروا دوم والله ما حتى غاشو غاشو بغا ديني لا ديسباريسيون فورسي والله ما حتى غاشو يبغا ديني لوني باسمي يبوني هما كنت عزيز سلام راه مليح حتى دورا 16 سنة هي غيك بوين يكون يعقل على السوفري لاني راك لا سوبورت مع يعني مقرط ماشي واحد عندها يعني الحمد لله عندها الناس العائلات اللي هنا كان يكون كتبقى غير مع الكمان كاين شكي راه شكي في حبة الله راه كاين غير ما الا قد الدور توالي بلدان مدنا من الكليه وطبيعي ماشي واحد مع لا بنت كثر بدي زيد 98 ملي هي 31 لو 28 مي 98 يعني داير لو مومو تسرى يعني اون بليس دو تافيك قال لا مي با لا ماشي يخدم نكوني شو الطلب شو الطلب الطلب احني السجن انا دلال نكوني حفاظ بلي نقلع اون 2014 مازال دار ولي الجرن نكوني نقول باقي نعم خدام لي برا بصلا اربعة كل اربعة ستة لكن صدام طلب هذا ديني انا دلال اشو شو خدمة نكوني تشينيرا بالعباد نكوني عبد الله غير تقابلنا كوني اون تي اون تران دو كومبات لو تيروريز داكور ودابي اون تران دو كومبات اون تران تيروريستي كوا سا اون لوا ان تيروريست ما يجرى غا بعض يبان عندها ديال يكشي في البيت ديال خام في البيت ديال برا في البيت ديال خويا ما ينس دونك في البيت اون نون دو لوا يا خويا طبق لنا خدمة غير دار لا لوا يجي خدمة غير اقلال الا قف تبقى تفرغت لين كاين يا خويا ما يهم انا هو قلنا لا هو ما يدير وهما يدينا ما شو يخدم او ما هو شو يستيد او العدالة او اين يخدم ما يخلص وبعد وبعد نكمل نكمل في فامي نس ارا ارا خدم الاجراءات باش تطوير يدي تبينا يروح تقارب وتقارب في الناس ما يدير مع يموت تجي تنقبل على وكي وكي تجي نقول مالنا من ياخذ سوفري او سوفري وانا أقمتنا حسن أم كي بوين كماك مصطفى سكو خام نغا سكو خديم أمي إيه تبوسي لديرس البنات اللي متي بوين بوين دي برا بوين تالا برا بوين تالا كل تاليا دي ساتيان إلا يوزن بكيتي رس بوين تولنا بوين تالا الحبس ونا نجد يحكي لني صوار مكي بوين هما يعني باسكو 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 On a été, avec mes collègues, on a été torturé plusieurs fois par les services de sécurité. Mais là, par exemple, on a dit qu'on a eu X de l'Maghrebia. Avec la torture, on a eu X de l'Maghrebia. C'est parce que la torture physique, on peut le dire. Mais la torture morale, c'est impossible. C'est impossible. Amka Hassan, comment la torture est-ce que tu dis, Amka? لا
ترى سما تقلبض افكماك باش تولي تيزيت اكون كتشيني باش يخدم من لا تورتور تاكي ماشي الحاجه كنت من العقل بنادم الحاجه نعم نعم اكتمال العقل يلي الاساس ديال تاكين تاكين الزاير تاكين لو كان ما كيدير ما يخطا لو كان يمشي مع راه هو الظلم لو كان يمشي مع راه بالات ال 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 يكون الطلب على المحرم وطلب كان وطلب كذا رونا لا ما سمح لي كان يعني يخدم معك المزاد بيان سور الله يبارك مرحبا سي سعدي سي داك ما سعديت يعني باش تحطوا ثاني مع مريت واحد البنيين سنة 81 شهيدات خدم الكرة تيكونت 432 فوالا لا ريسبونسيبل اثنين السلام عليكم السلام عليكم مس الخير يا امام مس الخير يا امام مرحبا سي سي قبل ما ننسى قبل ما نكون رجل ما نعرفش نخدم باش اخر من هكذا يعني كنت تنسى فين تطور كما لو نقول نقول تليفون من سن زاي اخر من سن كل شيء سن اما نبغى كلام سينا لا نقدر لا نقدر يبون كذا عشان نسند وصل الظلم وصل الوزن لا شاس ريشاس ريليا نعم انتمي كان في انا أخلي نسمع كذي نود ساعة وصلت هاي سنة ما أشحن سنة أخلي طعامي بثمانية سنة إن أخلي ما دوس هذا المديرية هي نتي من الطرفات ما أتوبة يصدين إيه يصدين ليش هذا ما يصدين وهم هو جاي يصدين إن سنة أخلي نعرف والله ما هو جاي بس كلهم جدنا سنة يكون هني في سنين كه ويش ما نزول نروح مربي ان شاء الله ربي يمدي في كل قواد صفر راه يما وان شاء الله نعم حسن نعم الو حسن راك تسلى راك ما تسلى ناك تسلى ما انت قوم ما سكت تكمل الهضور باسكو شاك فوا والله العظيم شاك فوا شكات والي كي جي هاد السيد كي جي حق البنت ولا حشي راسك كي تقنا شي باسكو تندى زعما عاود حياتي ديما قرعه في ذاك الهضره الا قطع ضيت جارك وشكولين باسكو هذا الحبابنا الحمد لله بان الحباب تاع المغاربيه هضرت لنا ويعطيك الصحه بان كوني نحب صراحه عشان ما غاديين ما نموت لا اله الا محمد رسول الله ان شاء الله هذه وراونا كبيره تقريبا فراونا ندلل يرنا في فراتنا ردي لحق يوزفو التمور قرنا سن ثمسل تاكي لو كانوا تفانا راتي ديت فلاس ادقرو طاشا تفركنتين يعني ان امزرونا التاريخ التمورث لازم ادفان ثيدي تاكي
مام لو كانوا يقيتي خدمنا الا قد خلصنا في الله سكد ان الطاسي راه يتسكن رانا نسنى اش راهي كاين يعني انت مسلت ما تنحس كيني اول لك الناس في الدم كيني لا سكي الناس في لا كاستيون دو لا ديسباريسيون فورسي سي 18 لا دو ليستوار دو لالجيري با نا كاين من ما قول داوين دي لي يوا داوينيني شنو هو ما يكس ما ديستوار سي ديستوار نكونين كاتب نكونين كاتب في زمان مدن القرار ديال كوني كونت لامبونيتي ما يناوني دغو ما يجي لا شو يخدم الا قد يخلص دوا بيي الا قد يتشارج راه ونيتي بويني بويتي الباطل الا قد يخلص كي صار شطا اني نكونيش نكاس بو اني تا دروا ولكن تي كنقول معنا اني تا دروا سي لوي كي كومي كو اني هو دوا بيي كي صار نكوني اوني كونت لا جوستيس فوالا ولا نقول معنا شو بغا نكوني نقول ام باش تقعد الا قد تقعد هكا كي او بو اني تا دروا أصبر بيان سور زميل على خدم واحد نا ولا شي زفان زفان البلدان ذاك إذا كان خدم الواحد باش نسعوا أن ينطبق بروا أصبر إن شاء الله ان شاء الله احس انك ديني ثلم مرثم قرتك ما ان شاء الله صوت سلم ام قران امك اسدي في ربي السفر ان شاء الله ديني ارتفت صحي تاع حسنه ان نروح رقمتنا محرز بويش وقيق سوال نسيس من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدافع عن نفيز رفان بومذان قمتنا محرز بويش مرحبا سيسكا قمتنا نجوش لك نتوخف لك ونعطيكم صحة في ميسيون هاي تخدمنا كيا في دفن ومدانك اللي ديستاري قمتنا بويش فاكيد سكسا اكد فكاين كيستيون يعني ان وقي ماس إيريك جولدشتاين سي لو ديريكتور ادجوان بور لو مويان اوريون لافريك دو نور اين يعني ان هيومن رايتس ووتش انك لالجيري ريست لو سول بيي دو لا سو ريجيون ا ريستراندر دو مانيير جينيرال لاكسي ا سون تيريتوار اوز اورغانيزاسيون de défense des droits de l'homme. Depuis 2011, nos organisations se sont régulièrement rendues au Maroc, en Libye et en Tunisie, n'y rencontrant que peu d'obstacles, voire aucun. Oui, justement, quand vous avez dit un grand hommage à les familles des disparus avec les disparitions forcées parce que nous là sur le terrain de travail qu'ils font un travail extraordinaire on mérite déjà également à redire c'est des familles malheureusement qui n'ont pas encore vécu le deuil est-ce que c'est une d'ailleurs que l'Algérie peut être l'un des derniers pays au monde mexicain et animé مشكلة نورافريكانا إلى بيارب، en matière de protection، en matière de développement، dans la promotion des droits de l'homme، ouais c'est difficile. L'Algérie enregistre un retard énorme. Il y a des années où ça fait pratiquement de 89 à nos jours l'Algérie a c'est vrai beaucoup de conventions, mais même sur le terrain, tu vois effectivement qu'il y a un retard flagrant en matière des droits de l'homme. Et des fois il y a des atteintes aux droits de l'homme. Il n'y a pas que Eric qu'on est accueilli, mais il y a Mendes qui a parlé de la question de la torture en Algérie. Il y a aussi le comité des droits de l'homme, Anita Zahir est un membre depuis janvier à peine, Fked a condamné pour la 27e fois Zahir Fingamen et Zofanundan d'une manière générale, ce qu'on appelle les répercussions négatives de la décennie noire, bien sûr, de Choussin, mais la question des disparus. Cela, je ne sais pas, dans cette les disparus qui sont d'ailleurs sur là, c'est une elle est devenue chez les Européens un tabou. C'est-à-dire on ne parle pas, le système refuse catégoriquement de prendre en charge cette question et je rejoins notre camarade Hassan Finan, c'est une tache noire, c'est vrai, c'est une tache noire à nos jours, le pouvoir refuse catégoriquement de prendre en charge cette question sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan exemple de la prise en charge de ces familles et ça tout le temps. Les droits de l'homme, malheureusement, merci de le dire, l'Algérie a ratifié beaucoup de conventions, mais sur le terrain, tu vois bien effectivement qu'il y a un retard, il y a des atteintes, etc. Fini à l'un des disparitions forcées, fini à l'un des tortures à un moment donné, on a cru.
Il n'y a pas de torture en Algérie, mais aujourd'hui, il y a des cas de torture. Depuis maintenant, je me rappelle, 2 ans, 29, d'autres formes de torture en Algérie, il y aura d'ailleurs, il y aura dans certaines régions, il y aura effectivement, des citoyens sont torturés. C'est un acte isolé, n'a pas acte isolé. Ce qu'on demande, ou ce qu'on a demandé depuis longtemps, c'est que l'Algérie doit se soumettre aux conventions qu'elle a ratifiées. Ce n'est plus que l'article 7, 8 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il protège les citoyens. C'est interdit de la torture, c'est interdit de la maltraitance, et c'est interdit à la police de se racisme. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent pour des raisons, politiques, pour des raisons peut-être d'abus de pouvoir de certaines institutions d'État qui ne respectent pas, malheureusement, les droits de l'homme, qui ne respectent pas la convention. Il n'y a pas que le pacte relatif aux droits civils. Il y a la fameuse convention contre la torture et autres peines. Et l'Algérie l'a ratifié en 1999. L'article 7 et l'article 6 et l'article 2, ils sont clairs. Ils traduisent de l'île concernant la question de la torture. L'article 6, ils traduisent la dite État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits. Et nous soyons aujourd'hui, l'État, la justice, pour des raisons multiples, ne prennent pas en considération, c'est-à-dire où c'est un erreur des articles ou où c'est un erreur des enquêtes préliminaires. Vérité, cette question n'est pas prise en charge. Donc, un mec qui me fait même ouah d'un seul, ils se sont malheureusement ouah d'un seul parce que la justice ne prend pas en charge ce cas. Et l'État, d'une manière générale, merci pour des raisons peut-être politiques, elle est en train, l'État, elle est en train, le pouvoir, elle est en train de gagner du temps, comme il a essayé d'étouffer. Parce que le naïf, vous pensez, c'est que depuis 92, l'état d'urgence, qui a duré d'une manière anticonstitutionnelle. Ils ont couvert les actes d'agression par rapport effectivement à l'état d'urgence. Donc ils ont gagné 10 ans, 15 ans. Tout là, ils essayent encore de gagner du temps. Chez nous, c'est en considération cette question de disparus, de cette question effectivement de famille, de victimes de terrorisme d'une manière générale. Ils sont en train de gagner du temps, malheureusement, au détriment de la vérité, au détriment de la justice. Et on s'installant dans une logique d'impunité qui est tout à fait quelque chose qui est très très grave. Donc il n'y a pas que le rapport, il y a beaucoup de rapports, et que aucun afmos ne d'ailleurs, un Israël refuse des enquêtes internes, refuse des enquêteurs, c'est-à-dire aussi des enquêteurs, mais la venue de certaines organisations non gouvernementales en Algérie pour des raisons محرز محرز وقديك سنن تمثالين قمتنا محرز تسلط محرز محرز ذي تموراكي اندي الحول مدني لدوموند لو ريفوج لو ريفوجي سعدين كرا المحنه مالا لحقنا ثموراني ازن داوين دي بسيكولوج ازن داوين دي ميدسان اسنن انت بورا باسكو اسنن باللي فوزايتي سمث ثلام فوزافيتي تورتوري مورالمون تو سا دونك تحماج من السيبور نكوني ثورا نساولي دو فامي تهضر ديك عندنا ام حسين يقعد 21 سنه قرب ثورا 21 سنه تساول فميس قماتنا حسن ثورا فرحاتي كي نكون سوفر سما شغل سيتي تورتور مورال داغن سي لا دولور بسيكولوجيك ثورا ويجي كلي الا قاسن دي بسيكولوج الا قاسن دي ميدسان ماشي الحاجه كسهنن نون سولمون الفو لا فيريتي كي دفان تي تسقي لا قد فان مي العباد كي حوايج كالكان كي ريزيست بور سيزون ما دي ريزيستي بور 21 اول ني اكيد بلي تعيشين اون دوبل سوفرونس سادير اون بان ا دوبل ترونشون سي كو دان كوتي في لا بان ني
la quête, ils mettent Hassan, ça fait 16 ans, ils choisissent un membre de sa famille, d'autres familles, Oum Hussein, Oum Amin, donc ça fait un petit carême, une peine, une rage, une souffrance interne, sans crainte, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que Vakant Sikhser a Mahrez C'est aussi dans sa conception, c'est-à-dire juridique, et aussi il faut prendre en charge ses familles des disparus. Il a quand même ce mot de dire les familles des disparus aïniens, un art des carême des disparus forcés, dont gêne de rien, gêne des femmes, gêne des parents. Donc, effectivement, il a passé une prise en charge psychologique, il a passé une prise en charge, bien sûr, juridique. Il a passé, s'il faut aller aujourd'hui à un statut particulier. Maintenant, Mahrez, vaguez à dire le statut juridique parce que, dites-moi le canon. Quelqu'un qui souffre, qui est le cas de l'Union, il peut attaquer en justice. Un qui est un qui est un souffre, un cas juridique, non seulement psychologique, et en même temps les juridiques. Parce que pourquoi la personne a gagné souffre? Il a dit qu'il souffre, 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 il a dit qu'il souffre. Les familles disent tout le temps, mais voilà effectivement les peines qui t'aiment, où je vous assure que c'est une souffrance interne et la souffrance interne. Parce que, à la fois, vous allez avoir la vérité, parce que nous, les pays qui n'ont pas vécu le dilemme, c'est ça le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas vécu le deuil. Les chinois, ils ne sont pas vécu la vérité, ils savent que les qui mourent, ils ne sont pas vécu. Donc, à la chine de deuil. Mais le problème qui se pose sur le plan psychologique, malheureusement, c'est que c'est des familles qui n'ont pas vécu le deuil et la souffrance morale, et bien sûr, sera vraiment. Donc, ce qui fait, ce qu'on demande, nous, ce qu'on a demandé depuis tout le temps, on ne peut pas imaginer une réconciliation nationale sur vérité. La réconciliation, ça a un sens philosophique extraordinaire. Le Hadj Ilhan, le Hadj Ilhan, mais il a paraît venu sur le bâton. Il a Moussaraha, donc a-t-il une vérité sur les familles menées, oui, M'shirinoui, M'dillet, etc. Donc, à l'élève des enquêtes indépendantes par le B, des commissions indépendantes à l'économie sera à l'intérieur, donc il y a une volonté politique pour le droit de rappeler que le problème des disparus, mais qui n'est pas maintenant, c'est un problème politique, c'est-à-dire le pouvoir en place refuse d'exprimer sa volonté politique, de chez même en charge ce problème. Autre chose, malheureusement, il n'y a pas que les disparus, il y a les victimes de terrorisme d'une manière générale et qui souffrent aussi à leur manière, c'est-à-dire chaque jour ils souffrent, c'est-à-dire d'une calice, mais il ne faut pas, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, un match les séquelles, la vengeance, on a dit le hajjan dirien, parce que mais là, on n'a pas pris en charge tous les problèmes, c'est-à-dire de la décennie noire, d'une manière, générale, et d'une manière en respectant l'état de droit, en respectant les lois, et en la vérité, à partir de là, on peut construire. Mais il y a déjà les séquelles, mais il y a déjà beaucoup de problèmes qui n'ont pas été réglés, et on dit que c'est une réalité. Mahrez, Zaid Sallad. Soit il faut prendre en charge ces questions d'une manière générale. Ou est-il les victimes de terrorisme, les familles des disparus, comme une partie prenante. Ils aimeraient la discussion des propositions de faire des solutions pour ce problème, ou en respectant justement les droits de l'homme d'une manière générale, parce que c'est une occasion ou jamais, basta à la torture. Basta aux intimidations, par rapport à la liberté d'expression. Effectivement, l'Algérie, historiquement, a eu 127e fois qu'elle a été condamnée par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Mais elle a eu une régression en matière de droits de l'homme. L'Algérie, malgré le dispositif juridique, ce n'est pas une question d'article. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de volonté politique qui peut prendre en charge, mais qui peut s'exprimer pour la prise en charge de tous les problèmes, effectivement, d'un quart de décennie noire. On repart encore une autre fois, en considération, effectivement,
tous les problèmes qu'ils aimeraient régler aujourd'hui en matière effectivement des droits de l'homme. قمتنا محرز بويش كدني ثاني مرثم قرات في مولاقي نيك قمتنا بويش يقسون سيسمنا ربط الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أذفع في زرفان بومذانا كيني ثاني مرثم قرات ارتوفة ثقما أنو راح قمتنا أعرب مليس أسنيني أسلمينك قمتنا أعرب أسلمينك شيف العزيز ذاك وخمنا الزول قمتنا أعرب نفاك أنا كيد سقسي اف يوني مي يروح مسكتيني اغد فكض من مي بوين ميك اشو راه تحصوض هل ترى زفواكي يسفين تيدي تاين يعني انا ميكا كيف كان هاد ثموغلينك وكاك ماكديني مرحبا سي سكا ما ساعرف اكيد سكا السلام عليكم دافور السلام ورحمة الله نعم نكيما نيم اعرب اقمت نعرب فكان اكيد سقسيا سينكي بومذان نيد في دار الثورة ذا شو خدمن خدمنيك ذا لابوليس نا لاجون دار مني ذا شو خدمن ذا لابوليس ارسل ذا لابوليس وسنيس نتروحهم ديا كان القهوة اما شو ذا هذا ذي يكثر يعني انا كان قيمة يفرد كان يبوين تون حصان ويسيبوين لا لا انا كي غوري لي فراب سنعيس انا وزان ونسل انت الاشياء أشي أنا تسا وانت قد كمل هوال نعم الشيء ما الشيء النزل أنت يا ما النزل الجسيس نا على فريزا الشيء هذا الشيء أنا رجع دارين بس نستوعب نا قبل دين كات أم بعد يسينا الدين أنا ويد اللي فريز فمي أنا ويد يبوي يبوي فلان ما راح أقول يبوي فلان أم بعد ترى جاني أرفعني في كل سنة أنا جالس أقول أشياء فنينة أشياء فهم شرف الله فرقين ونكون وبيغاون الشهود إلا كل شيء فيهم أمشي ولا أين كرما أين كنكين وميدنا أين تنيض نخذ نش شورا أني غاس الدوية دي مال في الخدم الكم يصار ما يموت ماشي دي كانت يدرن ما يدر أدينا لن ده تخلص ما أجل يخدم أم كي الدولة يكين و أين كدق حنا اللي دمنا
ناس جيدة الكومنيس علينا حشم لا يوم مرات للطرقيرة أنا سنين ومتشامي نقفل لنا هذا بلد بلد أقول أشياء دار نشي أسأل الحمد لله فوليس إنها يتسفن الأشياء أنا وسيبين أبويت فلان وقوز الله أشياء نيدا المحكمة در مندريز سعد حمدي أنا در السنيرة مشي مصالحة وطنية يعني هاتف السنيرة السنيرة الشاف منك وصار يمضي موسن عرص عمر بريد دار أنا أسين كما جاري والسيني أنا ولا من سنية أروح أسين دا أنا أشتشاف شي عندها رجع دارنين أني وإن كان الدوسين ولكيسين ولغشين أين دوسين أين خدمات أسلم الرجاء مدرمنا مفهوم كان داكين في الخدر أريد زندولة كيموان دينا أخر شي كيزينو أفضل تكون بوكاسيو في أني مريو سلبري قد ما ظن خرص يقصريين لي بس كيف أش الخبرية هنا زاقينا شي هاي الشي أما لبري قد يقصريين أو هاي إنك خلاص يدوك حنايا وما ليش تكلفوا بشي هدايا كيف ألاقيا أروح رازينا السلام عليكم السلام وشكرا أخويا أينك مصلحة وطنية الناس قاعد سنية وكذا يعطوكم دراهم كذا ناس اسمع اسمع أكو شغل لبوكا ناس رجوع شغل لبوكا إنه هم هذا بكلها والله أكو سنة ما كلها هم بعد ما بروحن كانوا يعني وش نسكر على القيمة وضيعت مسخرا وش نسكر على القيمة أي وش تيكل صراحة ديوس الأفريقا السيزين قيمتي سمها سمارة تبع الحراش أمشي ما عند الحاج ناصر ما تخليه لي ني كونفوكاسيون ني والو أنا ما نقراش والو أنا ياكلني الناس ولا عملت لها ناس جديد لا كونفوكاسيون السنية هذا روحي بوي مي سما فيها أمي مبغاتي نعاود نظامني أنا وي كي بوي أمشي هكا ناس على بالي بلي تنسخروا فيا نتوما روح عرفتي لنا قيمة أنا واحد إن شاء ما شاءر ونش يعني إذا المحكمة أكينا الويس أثناء بطغى البروكرة رنية وسيم محمد رنية قالوا سيء اللي شداد لنقاع غير ونسمنا على ما كاش ولا تقي السقوة سيد أنا رأس كيف أش أيو سيد يوشي في المشين تنية يفضي اسم جمات يرحي فضي اسمه اسم من أمنية إنك مفقود إنه رأس خطي ومشي مفقود إنه رأس مخطوع الناس هاد الناس قالوا لهم يهضروا لهم كان مخطوفين ماشي مفقودين ناس واحد مفقود اللي صاحب البحر ولا تعالوا هادو ولا هذاك نسميوه مفقود الناس بوينت لهذا السنافر السنافر في اسمه انسان بوش هو دام هيك ديروا له مفقود ناس بون شو لازم من الماركيز الناس يمين مقرصة من السنير ما خطير انك سنير اكل سنير إني أصير ولا يشيل الفلوكة لكن محسوب يسني قالوا أنا شكرا من بس شكرا ما يضرب يقوم سنو أنا من شرق منا إنك راح برك دوك حسام في جيب لك آخر بس قاسم الصيا جيب ولا ما له عني أي فكرة النية وليس محلية أي فكرة النية وش شغالة شو هالك راك دينا ولا ما واحد عشان لسنا قليل جملة النية أم صيف أم رمضان أم إنك ظهرن كيا ورش ولا خير 85 نقلك شو 86 سنة الله يبارك 20 سنة 21 سنة كل يوم سقسي حسن من أكل الله أقرأ مزول تكون باتي سورة الحق أتنى ربي وجاء والسكنة لا تنظر وسلنا لا تنظر مقلش حالي فاني لن الخلات ويجد في الأرض يقردان لكن راي ثمانين يقول أول ما نزل من ذا الله صوان استخدم أنا في الزيمات عشان السنة السفيلية أقدر نو أقدر نو يول لكن كتر لم ترى سكين شيء أن بدي شمانة أن قد روح ما تروح أو إن كنا نروح أي مغطي من كثير كواضي يتبعني كم بينا لكن ترى سيدنا ناسن كم ما في وسجل على السفيلية ربنا لكم نسوي صلوم دي أقل عشر الصباح أين ضربات مجيس الناس لكم مصابين على الشعب ده أين أشكل لكم روح النحبس وش تروحوا وما روحوا لناس كيف يشوي ما روحوا لأوسع لأولادنا أينك النحبس يا شيخ هذا اليوارس كان نريز لك ورد
أوديني حشان من عندي الوضع حشان من عندي الوضع والله أريد العشرة الصباح ألمي ظلالات جمديتي السرحل سرح على كلام صور وخلاص أنا حشان كير ان شاء الله اقمتنا عرف ان شاء الله ربي يكدي في صحة صفر ذي القوة ان شاء الله انسرموك ان شاء الله صفر ايويجي ايمي روح نكرا ونسل ان شاء الله ادفن تيدي تفلاسن اد نشكر غيغي ما قلنا ام حسين اغديف كان ثموغلي نس قمتنا حسن فرحاتي ذي ماس اغديف كان في القصة نقمسن حسن يقروحن فافتنا ذا نعرف مليس 85 سنة ذي العمريس مازال يتقلي في ذان تيديت افميس قمتنا محرز بويش اكسوال نسيس من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان او دنيني ثان ميرثو كجماعين ثان ميرثي يويقيد في كان ذان طم الزوخت اي اسمه اسمه ثن اشون دنيني ارثوفاث والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.